قال مصطفى طوس الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية إن موقف الرئيس التونسي يشكل منعطفا خطيرا، مشيرا إلى أن قيس سعيد انخرط بشكل تام في عداء للوحدة الترابية في انسجام مع المواقف الجزائرية. لكن الصور التي شاهدناها والاستقبال الرسمي الذي يعني خص به الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية الوهمية، هذا يعطينا فكرة ويعطينا الدليل على أن المبادرة العدائية هي واضحة المعالم، وأن قيس سعيد عندما كان يلتقي في الأسابيع والأشهر الأخيرة الماضية القيادة الجزائرية فهو وقع ضحية هذا الابتزاز، وفرضوا عليه شروط وأجندة لازم أن يلبيها. الآن هذا الموقف العدائي التونسي يجب أن نقرأه على أنه موقف لرجل سياسي وهو قيس سعيد، مع كل المشاكل وكل المعضلات التي تواجه حكمه داخليا، يعني ليس هو موقف الشعب التونسي. الشعب التونسي لطالما في عدة مناسبات كان يظهر صداقة للشعب المغربي، وهو لديه عرفان بالجميل عندما زار جلالة الملك محمد السادس تونس في عز الأزمات والمحن التي كانت تمر بها عندما ضربها الإرهاب. جلالة الملك كان من بين الزعماء الأوائل والوحيدين الذين زاروا تونس وتجولوا في تونس وعبروا عن تضامنهم مع الشعب التونسي في محنته للخروج من هذه الأزمة. لكن الآن نحن الآن أمام رجل زعيم اسمه قيس سعيد انخرط بطريقة واضحة في أجندة عدائية تنفذها وتمولها يمولها النظام الجزائري. مؤخرا كان قيس سعيد يعني حصل على مبلغ مالي معين، ويبدو أنه يعني اشترى ذمته واشترى ضميره وجعله ينخرط بطريقة واضحة في هذه المبادرة العدائية. ما قام به المغرب حتى الساعة وهو أقل شيء يمكن أن يقوم به وهو استدعاء السفير وعدم المشاركة في هذا التجمع الدولي، لكن المفروض أن يظهر على مواقف أكثر حدية لكي يفهم الشارع التونسي ولكي تفهم الطبقة السياسية التونسية مدى خطورة الخطوة التي قام بها قيس سعيد تلبية لأسياده في الجزائر. هذه هي الواقعة، وهذا هو يعني الصورة التي نشاهدها حاليا، أن هناك داخل الحكم التونسي جناح كان يجسده أيضا يعني زعيم حركة النهضة، وهو التعامل وتطبيق الأجندة الجزائرية في المنطقة، وقيس سعيد اليوم يطبق الأجندة الجزائرية في المنطقة.